أثارت الممثلة الأردنية دانا المساعيد جدلاً كبيراً حول فيديو تهديدها بإنهاء حياتها من قبل عائلة والدها، وبعد الضجة التي أحدثتها عقب خروجها في مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي في حالة انهيار تام محاولة الاستنجاد بالمسؤولين لحمايتها، كشفت المساعيد عن أمر غير متوقع. وقالت دانا في مقطع فيديو إنها اختلقت القصة وإنها لم تتعرض لهذا الأمر من الأساس. وخرجت دانا المساعيد في مقطع فيديو جديد عرضها لهجوم واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت فيه إنها لم تتعرض للتهديدات التي كانت قد تحدثت عنها، وإنما سعت لإثارة الجدل وأحداث ضجة لكسب الشهرة. وقالت: حابة أوضح شيء، إن الكلام اللي أنا قلته والفيديو كان فيديو مفتعل بحجة إثارة الجدل ولفت الانتباه، وهذا خطأ كبير، ولكن الآن عرفت أن ما فعلته كان خطأ كبيرا، وأسأت لأناس واتهمت أناسا، وهذا أمر خاطئ. معيب ولا غلط إن الإنسان إذا غلط يعتذر. طبعا كلكم تذكرون قبل 3 شهور الفيديو اللي انتشر واللي طلعت كنت قاعدة أتكلم فيه. أول شيء بقوله، هذا الفيديو غير حقيقي من إلى، كان فيديو مفتعل مني أنا، وبحجة تقدرون تقولون إثارة الجدل، لفت الانتباه، وهذا غلط طبعا مني أنا. لكن الحين أنا حسيت في قيمة هالشيء اللي أنا سويته، وعرفت إنه هذا شيء وايد كبير، ودخلت ناس، اتهمت ناس، أسأت لي ناس، سويت الرأي العام في طريقة غلط. فهذا الفيديو مو صحيح، هذا كان مني أنا افتعلت هذه الأشياء. ممكن تقدرون يعني تقولون نفسيتي، تقولون أنا كنت أمر في ضغوطات، في، لكن أنا أرجع وأعيد وأقول إن أنا كنت حابة أعتذر وأعتذر وأعتذر وأعتذر. وأضافت: لقد قمت بأمر خاطئ، لكن ممكن أن تقولوا نفسيتي أو أي شيء مريت به، لكن أنا حابة أعتذر، وحسيت بقيمة الشيء اللي أنا سويته، وإنه شيء وايد كبير. أرجع وأعيد أني كنت حابة أعتذر، وأتمنى أن تتقبلوا اعتذاري. حديث دانا هذا أحدث ضجة وأثار الجدل، وعرضها لانتقادات واسعة، خصوصا وأن والدتها دعمتها وخلقت حالة من القلق بين المتابعين بعد كشفها تفاصيل صادمة حول تهديد ابنتها بالقتل. فبعد إعلان المساعدة سعيد عن التهديدات، نشرت والدة دانا مفاجآت جديدة بشأن التهديدات التي تلقتها ابنتها، وكشفت والدة النجمة الكويتية عن أسباب لجوء ابنتها للإمارات ومتى بدأت التهديدات معها. وفي جديد القصة، خرج والد المساعيد عن صمته بعد هذا الفيديو الذي نشرته، وعبر عن استيائه الكبير من تصرف ابنته بحسب بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي. وأضاف المتابعون أن المساعيد أشار إلى قطع علاقته بابنته نهائيا، وأنه لا يريد أن يراها أو يعرف أخبارها. وقد تفاعل الجمهور مع هذا الأمر، معربين عن دعمهم للوالد ومشيرين إلى أنه يحق له هذا الأمر بعد تشويه السمعة الذي تعرض له من قبل ابنته.